ندخل على طول على الفيديو حبايب قلبي كده من غير مقدمات عشان جوزك ما يهربش منك يوم راس السنه وينزل يقعد مع صحابه. اسمعي كلامني بالحرف الواحد. اول حاجه هنبدا فيها وهي ازاله شعر الجسم والوش. تمام، عندك الجهاز ده من فلاليس وعندك كمان جهاز كيمي، اختاري اي واحد فيهم لازاله شعر الجسم. تقدري تستخدمي برضو واكس سويت شيفنج اللي انت عايزاه. طب يرجع لوسيلة ازالة الشعر اللي انت بتحبيها او اللي انت بترتاحي عليها وبتستخدميها دايما. يعني هنا بقى هننتقل للشيفنج بتاع البشرة. تمام، معايا كده الجل بتاع الصبار وشفرات تنكل والكحول، لازم تستخدمي كحول عشان التعقيم. وانت بقى بتعملي ازالة للشعر هتحطي حمام زيت كده حلو في شعرك عشان ما نضيعش بس وقت. كل ده حرفيا مش هياخد منك غير 3 أو 4 ساعات بس، هتعملي عمر كاملة متكاملة لنفسك. الأونيون أويل ده حلو قوي في إطالة الشعر وعلاج تساقط الشعر، والشيا باتر حلوة في الترطيب. هنغسل شعرنا بإيه؟ دي المنتجات اللي أنا بستخدمها واللي انتوا دايما بتسألوني عنها. شامبو ألوكيتا زي ما انتوا ما شايفين، والكونديشنر من الدعاء بالميكس بيريز خطير يا جماعة وعرايسي قوي. هو شامبو ألوكيتا الاتنين بجد ريحتهم خطيرة وتنفع معاكي اصلا في الهانيمون جدا. حمام الكريم من كريتي هيرطب شعرك كويس جدا وهيخليه كده متطاير كده وتحفة تحفة تحفة بجد. المجموعة دي كده على بعضها خطير. هنسرح شعرنا بايه يا جماعة؟ بالهير ماكس كريم ده برضو بيرطب الشعر. انا مستخدمه لكم النهاردة افضل برودكت هتديكي نتيجة وقتية، عشان برضو لو جوزك راجع من السفر ده برضو اللي هتعمليه، يعني نفس اللي هتعمليه ده خديه كده مرجع ليكي بجد. يعني بصوا الفيديو ده كده احفظيه عندك وخليه كده معاكي دايما. هنيجي بقى ايه لمرحلة التاتو. بصوا يا جماعة تقدري تحطي على جسمك اي حاجة، في التاتو الثابت ده بيقعد اسبوع، وفي كمان الاسترس بتاع الجسم ده بتاع البطن كنت جايباه من زنقة الستات في المنشية. ده شكل التاتو الثابت، لو حد عايز يشتريه ياخده كده سكرين شوت هتلاقوه متوفر في جروبات الاونلاين وكمان في كل مكان بيبيع ميك اب وسكين كير الحاجات دي. وده التاتو العادي بتاعنا اللي هو اللي احنا بنجيبه من المحلات عادي جدا اللي بتكون تحت بيوتنا وكده. تمام، جسمنا بقى مش هيترطب اي حاجة عادية، هنرطبه بوايت جاسمين بسم بادي وركس. عارفة ان هو مقطع ولكن يا جماعة ده عندي قديم فانا كده كده اريدي هستخدمه لان هو موجود اكيد مش هرميه. تمام، ريحته خطيرة وفريش قوي قوي قوي. لو عندك حاجة من عند بسم بادي وركس يفضل، يعني ما عندكيش خلاص في بدايل كتير حلو. ده بقى باتر كده للبيكيني والاندر ارم والنيبلز، يعني انثويه بمعنى اصح للمتزوجات، لو لقيتيها برضو هاتيها. تمام، تقدري بقى تعملي اي رسمه مانيكير انت بتحبيها، والنقطات دي هتساعدك جدا جدا في عمل اشكال. ودي كانت فرشه ميك اب وانا خصصتها للمانيكير عشان اعمل بيها اشكال. تقدري بقى تحطي الاسترس ده برضو على اي منطقه في مناطق جسمك، في شعرك في بشرتك مع الميك اب. ودي كده الاسترس دي اللي بتتحط على الجبهه بتخلي الشكل برضو حلو. وكل ده في البيت يعني يا جماعه، مش بقول لكم يعني اتشخلعوا بره، يعني لا ده يوم الكريسماس في البيت. تمام، تحضيراتك كده لجوزك. تمام، عايزه بقى تغيري من شكلك تقدري تحطي خصل ملونه. الخصل دي في زنقه الستات في المنشيه، معرفش في مصر بصراحه بتتباع فين بس اكيد برضو عندكم اماكن يا جماعه. دي بتكون برضو سعرها رخيص وفي نفس الوقت بتغير في الشكل، يعني بتغير في شكلك برضو شويه عشان لو انت مش بتصبغي شعرك، لو انت قادره تصبغي شعرك اصبغي. تمام، لو انت حابه الصبغه، انما انا كواحده مش بحب الصبغه ممكن اغير اي حاجه في شكلي الا لون شعري. بصوا بقى عندكم اختيارين في الشاور جل، في الشاور جل اللي هو ريفولي دي ومعايا من ماي واي، بس انا عشان عند مامتي دلوقتي فجايبه الكياس دي معايا من البيت. يا اما تستخدمي السكراب ده من بوبانا، خطير بالرمان بجد احلى من مليون شاور جل، ريحته بتثبت في الجسم في نفس الوقت بيعمل لك سكراب رهيب جدا جدا وبيعم جسمك جدا جدا، تحس ان جسمك كده شبه البيبيز. طبعا هتستخدمي غسول جولد للاماكن الحساسه، خلينا متفقين تستخدميه داخليا يا جماعه وتتشطفي بيه كويس جدا.
عشان البكتيريا. عندك بقى اللوشن ده اللي هو بيلمع، كنت جايباه حرفيا ب15 جنيه، كان سعره رخيص قوي، كميته كبيره حرفيا مش عايز يخلص، لان كميه قليله منه بتفرد على الجسم جدا، انتوا مش متخيلين. السبراي الجليتر ده برضو كنت جايباه، اسمه ايكونيك، مشهور قوي على السوشيال ميديا جدا، كل المشاهير بيجيبوه، اصلا خطير برضو، بيدي لمعه للجسم رهيبه رهيبه رهيبه. عندكم بقى التاتو برضو، دي بتحط على الرجل، دي طويلة قوي بس انا تانية كده على 2. بصوا في افكار كتير قوي انتوا ممكن تعملوها، جمعت لكم حرفيا كل الافكار اللي انت ممكن تعمليها في اليوم ده اصلا يعني. وطبعا عندنا كعب الهوانم ده خطير، جربت منه كذا نوع، بس براند كعب الهوانم ده افضل واحد فيهم، اكتر واحد ثابت اصلا على القدمين، وبينعمها بجد وبيرطبها، يعني بيديها لون وبيديها ترطيبه وبيديها نعومه، فاهمين اللي هو كذا حاجه اصلا، فكميته كبيره قوي بيقعد فتره طويله. وعندكم كمان السبراي بتاع التبييض الكوري ده برضو خطير جدا، وبيقعد فتره طويله وفعلا بيفتح جسمك مليون درجه، اللي هو بجد بيبان الفرق كانك حاطه فاونديشن بكل سهوله، سبراي يدوب بس بتفرديه على جسمك. وكمان البرفيوم اللي هنستخدمه بقى مش اي برفيوم، هاتي برفيوم كده يكون انثوي وسكسي زي جود جيرل، خطير طبعا، ريحته حلوه قوي وثابته تحفه. طبعا عندنا بقى السكراب بتاع سانت ايفز او ستيفز ده للبشره بقى، يعني خاصه لو بشرتك دهنيه اديها بقى سكراب. هنيجي بقى على الفم، لو انت عندك مشكله الرائحه الكريهه او ما عندكيش المشكله وعايز تعملي ريفرش للفم، عندك جود سمايل ده من ماي واي خطير. بشرتنا بقى اهم من ده كله، بعد طبعا ما شلنا الشعر منها هنستخدم بقى الغسول بتاع درماتيك ده، خطير لو انت بشرتك دهنيه زي، بجد تحفه يا جماعه، قوي قوي قوي، انتوا مش متخيلين النتيجه بتاعته. الهيالورونيك اسيد بتاع ستار فيل عشان يدينا شويه نضاره وشويه تنوير كده للبشره، ويخلي بشرتك صحيه كانك شاربه ميه ونايمه مثلا اسبوع كامل. وطبعا المرطب بتاع سيرافي ده تحفه قوي، هو مقطع بس هو عندي من الاول، تمام. سبراي دوف كديودرنت خطير قوي قوي، بحبه وريحته كده سكسي قوي. تقدري برضو تستخدمي بتاع ماي واي اللي هو سبيرنج ده بالليمون، برضو حلو، يعني الاتنين حلوين، شوفي انت حابه ايه واستخدميه. وعندك طبعا الهير ميست بتاع الشعر، طبعا لازم نعطر شعرنا عشان لو حبيه بالزيت ساب شويه ريحه يعني، تمام. حلو قوي ده من ماي واي بالسويت باشون، ريحته كده ورود وريحته حلوه، تمام. وطبعا ما ننساش الشفايف بتاعتنا ده كده، لو انت يعني مش هتحطي ميك اب، لو هتحطي ميك اب ابداي بقى حطي ميك اب بعد الروتين اللي انا وريته لك ده كله. طب انا من الناس بصراحه اللي مش بتحط ميك اب ومش بحب الميك اب بصراحه، أي في اي يوم ممكن احط لبستيك ولا حاجه، انما ميك اب يعني فول ميك اب لا، تمام. وما ننساش ايدينا كمان يا جماعه في الترطيب، هنستخدم لها لونة بالكوكوباتر ده، حلو جدا، كميته كبيره، بيقعد فتره طويله. يا رب يكون الفيديو عجبكم، بحبكم جدا.